to share good news about my pregnancy. Today, an extremely... रोब काफी सूट कर रहा है आपको. انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهنديه. نجمه بوليوود ايشوريا راي في حفل كان السينمائي بيد مكسوره، وتصرفات غريبه لابنتها اراديا باتشان في الحفل تثير الجدل من جديد. حقيقة مشاركة الزوجين ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ لصور طفلهما بعد اتهامهما بتأجير الأرحام وتوضيح حصري لما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهور مفاجئ لنجمة بوليوود كارينا كابور وحماتها شارميلا تاغور يهز الهند بعد خبر طلاقها من النجم سيف علي خان. ولا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومشاركة المقطع مع عشاق بوليوود. وإليكم التفاصيل. بعد أن قام نجم بوليوود سيف علي خان بإزالة وشم اسم زوجته كارينا كابور عن ساعده، اشتعلت تنبؤات طلاق النجمين وتساءلوا عن السبب وراء إقدام سيف على هذه الخطوة بعد أكثر من 16 سنة على عمر الوشم، أي يعود إلى فترة مواعدتهما. وفي ظل هذا الجدل تعمدت كارينا كابور وضع حد لهذه التنبؤات، إذ قامت بنشر مقطع للترويج لأحد العلامات التجارية للأغطية بمعية حامتها شارميلا تاغور والدة سيف علي خان بتزامن مع خبر طلاقها، إذ يعد هذا الإعلان أول تعاون بين كارينا وحماتها، الشيء الذي أثار ردود أفعال متباينة بين صفوف المعجبين. فمنهم من أكد على أن كارينا اعتمدت حيلة ترويجية للعلامة التجارية من خلال نشر هذا المقطع بتزامن مع خبر انفصالها عن سيف، وبين من اعتبر أن هذا المقطع إجابة واضحة وصريحة ونفيا مباشرا لخبر طلاقها، في حين قام البعض بالإشادة برقي نجم وتساءلوا عما إذا كان القصر الموضح في بداية الفيديو هو قصر باتودي الخاص بهما. يبدو أن موضوع حمل ديبيكا بادوكون الكاذب من زوجها رانفير سينغ لن ينتهي أبدا ما دام أن الزوجين لم يوضحا بعد حقيقة حمل ديبيكا أو تأجيرها للأرحام، والكل ينتظر التاريخ الذي حدد فيه النجمين موعد استقبال مولودهما الأول وهو في شهر سبتمبر. لتتصدر اليوم صورة للنجمين يعتقد أنهما ديبيكا ورانفير رفقة صور جنينهما. يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور واعتبروها دليلا قويا على حمل ديبيكا وردا على شائعة حملها الكاذبة، لتخرج صحيفة هندوستان تايمز بتقرير تؤكد على أن الأشخاص الموجودين في الصورة ليسوا ديبيكا ورانفير، وإنما الصورة تعود لإحدى مؤثرة أعلنت حملها هذا الأسبوع من خلال إضافة عليها تقنية الذكاء الاصطناعي، كما حدث سابقا مع العديد من نجمة بوليوود كعليا بهات، رشميكا ماندانا كاجول، نورا فتحي والآخرون. لقد احتضن مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا أشهر نجوم العالم بمن فيهم نجوم بوليوود، وعلى رأسهم نجمة بوليوود كيارا أدفاني وأوروا شيروتيلا وجميلة بوليوود إيشوريا راي التي خطفت أنظار الحضور بإطلالتها ثلاثية الأبعاد باللونين الأبيض والأسود. إذ ما أثر انتباه الحضور هو أن إيشوريا مكسورة من يدها
وعلى الرغم من أن إصابتها تبدو مقلقة شيئا ما إلا أن تعامل أراديا باتشان مع والدتها إشواريا في الحفلة نال استحسان الجميع، إذ ظهرت أراديا وهي تمسك بيد والدتها إشواريا بإحكامنا أثناء سيرها على السجادة الحمراء في مهرجان كانا. وعلى الرغم من ذلك لم تسلم أراديا من انتقادات الجمهور بسبب حركاتها الغريبة التي ترجمها البعض إلى إصابتها بمرض نفسي أو التوحد. إليكم هذا المقطع. باي 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 باي. الو مام يا راجل ركني واتا لوك مام يا راجل مام ركينا 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 بليز رك جاي مام رك جاي بليز يا راجل اس طرف دیکھیں اس طرف اس طرف اس طرف يا راجل مام یہاں سے شروع کیجئے مام یہاں پہ مام کیا رہا مام چلو چلو मैम किसी को बार बार फ्रेम मिल नहीं रहा प्लीज मैम इस साइड रुकिए मैम प्लीज रुक जाइए ना प्लीज प्लीज रुक जाइए अरे यहाँ पे आ जाओ ना अरे यहाँ पे आओ यहाँ पे यहाँ पे आओ हाँ मैडम जी रुक जाइए मैम रुकिए प्लीज 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 हाँ मैडम जी स्माइल मैडम जी इस तरफ कियारा जी मैडम जी कियारा जी मैडम यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखिए नाइस प्लीज का जैकेट मैम लव यू पग पग डोलू रे